لماذا نحن ننتظر بهؤلاء إلى أن يموتوا ثم نسأل عنهم هو مسلم أو غير مسلم؟ لماذا نترك هؤلاء يتركون الصلاة؟ اترك السؤال، ادخل على طول الآن في الكلام. ننتظر هكذا حتى يموت. وبعد أن يموت يقول لا هذا ما يصلي. لماذا تترك هذا لا يصلي تقول لابد تصلي حتى لا يختلف هؤلاء فيك بعد موتك؟ أنت مسلم لابد تصلي، تريد تدفن مع الكفار؟ لا لا أتركك والله، لا أتركك للشيطان ولا أتركك للكفار. لا تنتظر حتى الموت، أنتم الآن لا تنتظروا بهؤلاء حتى الموت، لا، من الآن ابدأوا بدعوة هؤلاء، خذوهم معكم إلى المساجد. لماذا في العيد يمتلئ هذا المسجد وفي الصلوات المفروضة أحيانا لا يأتي إلا صف واحد؟ هذا صلاة العيد أوجب من صلاة الفجر؟ لا، مسلم لابد يصلي. بعض الناس فقط شغل الشاغل التكفير. يريد يكفر ونرتاح، يقول حتى يقل العدد، لا يكون العدد هنا كثيرا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لابد تزيد. إذا لابد نسعى إلى تكثير أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فريق الإسلام